مساء الخير أحبائي وأعزائي. حقيقي مانشيتات غريبة وعجيبة، طرد البابا تودروس من القصر الرئاسي بالفاتيكان، وبالرغم من أن هناك اجتماع ثنائي مغلق بين البابا تودروس والبابا فرانسيس في القصر الرسولي، عقد صباحا صاحب قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والبابا فرانسيس أسقف روما وبابا الفاتيكان صباح اليوم الخميس اجتماعا ثنائيا مغلقا بالمكتب البابوي في القصر الرسولي بالفاتيكان. كيف تم طرد قداسة البابا من القصر الرئاسي؟ بدأت بعدة صلوات مسكونية حضرها وفدا من الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وتبادل المشاركون فيها تلاوة من بعض الصلوات، ثم ألقى قداسة البابا تودروس كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الفاتيكان قائلا: فرحي اليوم كبير بالتواجد بينكم وأصافحكم بقلبي لا بيدي فقط، وأضاف: أنا سعيد جدا لأني متواجد على هذه الأرض التي كرز فيها الرسل ويسكنها مرقس الرسول كروزا لديارنا المصرية. ومنها خرج الكثيرون في طريق طويل للكرازة باسم ربنا يسوع المسيح للعالم كله فاديا ومخلصا. وأكد مخاطبا بابا الفاتيكان: أنا على العهد أذكركم في صلاتي الخاصة يوميا كما تعهدنا منذ زيارتي السابقة هنا، مضيفا: أصلي معكم من أجل كنيسة الله على الأرض أن يثبتها إلى دار الدهور لترفع على الدوام التسبيح السماوي. وعن المحبة التي صارت شعارا للعلاقات بين الكنيستين قال قداسته: المحبة هي الأساس الدائم والطريق الرئيسي للكمال والطريق الوحيد لله، لأن الله محبة وكل من يعرفه يمشي خطوات المحبة معه وإليه، وشدد مسؤوليتنا أن نصير مثله، أي مثل الله، ونقدم المحبة غير المشروطة لبعضنا وللعالم كله. كيف تم طرد قداسة البابا من القصر الرئاسي؟ خليك معايا. أضاف إحدى علامات طريق المحبة لكل إنسان إصداركم الدستور الجديد، وهو إعلان الإنجيل الذي أهنئكم عليه لأنه يشهد على الاهتمام. وفيما يتعلق بالحوار اللاهوتي بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، قال قداسة البابا: بجلسات الحوار بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليك نسير في طريق المحبة، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. وقع رئيس كنيسة بيانا مشتركا فيه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها توجيه دراسات مشتركة في عدة ميادين، وحتى نستطيع أن نعلن معا رسائل الإنجيل التي تتطابق مع رسالة الرب الأصلية والأصيلة ومع احتياجات عالم اليوم وأماله ولجمع. ولكن هنا حدثت المفاجأة. تحدث قداسته عن ارتباط كل من الكنيستين بالقديسين، فقال: إن القديسين أحد الدعائم الأساسية لكنيستنا، بدأت بالرسل بطرس وبولس ومرقس، والذي الآن نكتب في كتاب سنكسار الكنيسة شهداء جدد حفظوا الإيمان وتمسكوا بالشهادة للمسيح، كاشفا عن الهدية التي أتى بها قداسته ليقدمها لبابا الفاتيكان، وهي 21 شهيد في ليبيا. إذا اعترفنا بقداستهم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نقدم اليوم جزءا من متعلقاتهم المغمورة بدمهم المسفوك على اسم يسوع المسيح للكنيسة، لكي تذكروا في سنكسار كل الكنائس في العالم، ونعلم أن لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. وقال: صاروا قدوة ومثالا معاصرا للعالم كله، ويشهد بأن مسيحيتنا ليست مسيحية تاريخية في الماضي، لكنها أمس واليوم وإلى الأبد. وعقب انتهاء الكلمة ألقى قداسة البابا فرانسيس كلمته التي استهلها بالآية: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نرتعب ونفرح فيه، مشيرا إلى أن هذا المدح الفصحي استقبل القديس البابا بولس السادس قبل 50 سنة سلفكم الموقر البابا شنودة الثالث في بازيليكيا القديسة،
القديس بطرس وبنفس المديح أرحب بك اليوم ووجه الشكر لقداسة البابا تودروس واصفا اليوم بأنه هو الأخ والحبيب والصديق العزيز. أشكرك من كل قلبي لقبولك دعوتي لنحتفل معا باليوبيل لهذا الحدث التاريخي في سنة 1973 وكذلك الذكرى العاشرة للقائنا اليوم في سنة 2013. وسمنا اللقاء التاريخي الذي عقد عام 1973 وصبا إياه بأنه بمثابة مرحلة تاريخية في العلاقات بين كرسي القديس بطرس وكرسي القديس مرقس، وكان ذلك أول لقاء بين بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف روما، كما إنه يمثل نهاية الجدل اللاهوتي الذي يعود إلى مجمع خلق دنيا، وذلك بفضل التوقيع في 10 مايو 1973 على إعلان كريستولوجي مشترك لا ينسى، وكان فيما بعد مصدر إلهام لاتفاقيات مماثلة مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأخرى. وبالنسبة للعمل المسكوني، قال بابا الفاتيكان في المسيرة المسكونية: من المهم دائما أن ننظر إلى الأمام فنسأل أنفسنا باستمرار ما هي المسافة المتبقية أمامنا بعد. ومع ذلك من الضروري أيضا أن نتذكر خاصة في لحظات الإحباط لكي نبتهج ونفرح في المسافة التي قطعناها حتى الآن ونستفيد من حماسة الرواد الذين سبقونا. وعن الوحدة المسيحية، أشار قداسة البابا فرانسيس إلى المبادئ الرائدة لتوجيه البحث في الوحدة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي قابلها القديس بابا يوحنا بولس الثاني والبابا شنودة الثالث. وأضاف: فيما تم التأكيد بكلمات نبوية على أن الوحدة التي نتخيلها لا تعني استيعاب الواحد للآخر أو سيطرة الواحد على الآخر، بل إنها خدمة كل واحد منا لمساعدته على عيش عطاياه الخاصة التي منحها إياه الله وروحه. وسمن قدسته دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحوار اللاهوتي وقال: ثم منحت هذه اللجنة المشتركة الطريق لولادة حوار لاهوتي مثمر بين الكنيسة الكاثوليكية وعائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كلها، التي عقدت أول اجتماع لها في سنة 2004 في القاهرة. واستضاف قداسة البابا شنودة: أشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التزامها بهذا الحوار اللاهوتي. ووجه كلامه إلى قداسة البابا تودروس: أشكر قداستك أيضا على اهتمامك الأخوي الذي ما زلت توليه الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وهي المواد نفسها التي أدت إلى إنشاء المجلس الوطني للكنائس المسيحية في مصر. وعن الاحتفال بمرور 50 سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين وعشر سنوات على أول لقاء بينهم، قال: وهي أيضا ذكرى لقاء سنة 1970 التي حملتكم على المجيء للقاء صاحب القداسة هنا للمرة الأولى في 10 مايو 2013، بعد أشهر قليل من تنصيبكم، بعد أشهر قليلة يعني عدة شهور قليلة من تنصيبكم وبعدة أسابيع من بداية حريتي. في تلك المناسبة اقترحتم أن نحتفل في العاشر من شهر مايو من كل سنة بيوم الصداقة بين الأقباط والكاثوليك الذي نحتفل به وتحتفل به كنائسنا في موعد ذلك الوقت. كل الشكر وكل الحب وسلام الرب يكون معكم، أمين. لا تنسوا اشتراككم بقناتكم قناة الملك.